من اكثر الاسئله اللي جتني اللي هي بشار، قصه الزومبي انتهت، بلاك اوبس 4 خلاص نزل اخر ماب زومبي، وكل اوف ديوتي القادم مودرن وورفير ما في زومبي، فشو راح تحمل قناتك؟ هل راح تسحب على الزومبي ولا راح تكمل؟ الاجابه بهالفيديو لا، راح اكمل ان شاء الله اسبوعيا، راح احملكم كوستوم زومبي ماب. اللي ما يدري كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 على البي سي في كوستوم ماب، فيهم الناس يسووا مابات زومبي، وفي مابات رهيبه والله، في مابات جدا خرافيه، في مابات احلى من كل مابات بلاك اوبس 4 اللي لعبناها، ناس مسوينهم مو الشركه، خرافيه. فان شاء الله كل اسبوع راح نفوت نجرب مابات، حتى يوتيوبر زومبي الاجانب كلهم قالوا انه راح يحاولوا على الكوستوم ماب، على الكوستوم زومبي ماب، على بين لا ينزل لعبه قادمه لبلاك اوبس او شيء، وانا راح اسوي نفس الشيء ان شاء الله. فبهالفيديو هو اول فيديو من بعد انتهاء بلاك اوبس 4 راح نلعب فيه كوستوم ماب، وراح نلعب ماب مميز، راح نلعب اصغر ماب بتاريخ الزومبي، فعليا اصغر ماب. فيلا خلينا نبدا بالفيديو ونشوف الماب مع بعض. اوكي شباب، بس حاب انوه انه الجيم بلاي اللي راح تشوفوه بعد شوي مصور على البي سي او على اللابتوب، اللي ما يدري مابات الكوستوم زومبي والمودات والاشياء كلها مو موجوده على الكونسول، فراح العب على لابتوب الجيمنج ام اس اي بي اس 63 مودرن اللي وصلني من شركه انفيديا، وفي جيف اواي جدا رهيب بعد شوي راح تشوفوه على هذا الفيديو فقط، مو جيف اواي الشهر. طيب خليني الحين اعطيكم لمحه جدا سريعه على لابتوب الجيمنج ام اس اي بي اس 63 مودرن الجديد. اللابتوب فيه كور اي 7 16 جيجا بايت، فيه هارد ديسك اس اس دي 1 تيرا بايت، وشحنه بيستمر الى 16 ساعة متواصلة، شيء جدا رهيب بالنسبة للابتوب جيمنج. اللابتوب جدا خفيف ونحيل، ما تحس ابدا انه لابتوب جيمنج، وزنه اقل من 1.6 كيلوغرام، ومثل ما شايفين قدامكم هي مداخل ومخارج اللابتوب. طبعا الجزء المهم باللابتوب واهم شيء باللابتوب هو انه فيه كرت شاشة انفيديا جي فورس جي تي اكس 1650 الجديد، هذا من ارخص كروت شاشة الخاصة بالالعاب من شركة انفيديا، سعره ما بيتعدى ال 600 درهم او ريال سعودي، مشان هيك سعر اللابتوب جدا رخيص، اللي هو اظن اقل من 5000 درهم او ريال، لابتوب جيمنج بهالسعر يعتبر جدا رخيص. طبعا انفيديا غنية عن التعريف، عندها اقوى كروت شاشة بالعالم ار تي اكس 2080 تي اي كوادرو وغيرها كثير، وكلهم اسعارهم جدا مرتفعة، حتى الرخيص منهم يعتبر غالي لكثير من الناس. فكرت شاشة جي تي اكس 1650 يعتبر من كروت شاشة جدا رهيبة وسعرها جدا رخيص، طبعا ما راح تشغل لك العاب بدقة 4K 200 فريم مدري ايش، لا راح تعطيك كواليتي جدا كويس، راح تشغل لك الالعاب المشهورة نفس فورتنايت وباب جي بافضل شكل، فوق ال 200 اف بي اس بالنسبة لفورتنايت، وباب جي 120 تقريبا اللي هو اضعاف في البلاي ستيشن، وراح تشغل لك العاب قوية نفس بلاك اوبس 3 بلاك اوبس 4 وباتل فيلد بفريمات بتوصل لل 90 واحيانا لل 100، شيء جدا رهيب. اللي ما يدري الكونسول بلاي ستيشن واكس بوكس وغيرها اقصى شيء يعطيك 60 اف بي اس، حتى البلاي ستيشن 5 اللي هينزل السنه القادمه في اشاعات انه ما راح يعطيك فوق 60 اف بي اس، بينما هذا اللابتوب بكرت شاشه انفيديا جي تي اكس 1650 اللي المفروض يكون ضعيف، ركزوا على كلمه ضعيف، بيعطيك فول اتش دي وفريمات توصل من 80 لل 100. وانفيديا ارسلوا لي هالبوكس الخرافي مثل ما شايفينه قدامكم، بوكس تصميمه جدا رهيب وفيه اشياء خرافيه، بعض محتويات البوكس راح اعطيها لكم كجيف اواي بهذا الفيديو، فخلنا نشوف محتويات البوكس على السريع مع بعض. اوكي شباب، خلينا نفتح صندوق مع بعض، الصندوق محترم صراحه، لسه ما فتحته ما بعرف اي شيء داخله والله، حاليا مع بعض راح نشوف. يلا بسم الله. اوكي لا في اشياء رهيبه. اوكي شباب، هذا اول شيء عندنا يا بالبوكس، فينا نبني تنين من الليجوز، عندنا تقريبا 950 ليجو من ام اس اي، فشيء خرافي، انتم سامعين الصوت والله مشوار. طيب خلينا نطلع الشيء الثاني، الشيء الثاني عندنا ماوس جيمنج من ام اس اي، انتم شايفين اسمه دي اس 300، واضح انه رهيب الصراحه. مواصفات شوية عن الماوس، كاتبين فيه 6 ازرار اضافيه مشان الجيمنج، فيه جولد يو اس بي، فيه مايكرو مانجر، فيه 1000 شغله مثل ما شايفين، كل الاشياء مواصفات الماوس. طيب والحين راح نطلع اكبر علبه بالبوكس، يا سلام يا سلام، مدللين انفيديا اقسم بالله. عندنا سماعه امرس جي اتش 70 جيمنج هيدسيت، واضح انها خرافيه، لو السماعه يجي معها كمان محول او يجي معها الميكسر نفس سماعات الاسترو. سماعه محيطيه 7.1، كاتبين انه مبنيه بالكامل من الستيل او الحديد، شيء رهيب، فيها اضويه ار جي بي، فيها شيء اسمه هاي ريزولوشن اوديو، شيء رهيب.
واضح انه سماعة فخمة مو شغل اي كلام ابدا. اوكي وفي هالشيء شايفه من البداية ابي خليل الاخير مثل ما شايفين هالتنين الرهيب من MSI شكله حلو والله شكله جدا حلو. اوكي واخر شيء عنا يا بالبوكس هو واضح انه كيبورد خلنا نفتحها مع بعض. كنت بكسرها. كيبورد ميكانيكي من MSI. واو شكرا. اوكي شباب كنت حاليا راح انهي ونروح على الجيم بلاي ونلعب، بس خطرت على بالي فكره واللي هي اني اسوي عليكم جيف اواي لمحتوى الصندوق، مو جيف اواي لكل الاشياء، في شويه اشياء ابيها وشويه اشياء راح يكون عليها جيف اواي فقط بهذا الفيديو. هذا مو جيف اواي الشهر لباقي الفيديوهات، لا فقط هذا الفيديو راح اختار الفائزين من هذا الفيديو. اكيد الجيف اواي راح يكون على الكيبورد من MSI، كيبورد الجيمينج الميكانيكي شكله جدا رهيب. ثانيا ماوس الجيمينج من MSI، واخر شيء ليجو هاد اللي راح ياخذ منك سنه وانت قاعد تركب فيه. فائز واحد راح يربح بالاشياء كلها. بالنسبه للسماعه والتنين صراحه ما راح اكذب عليكم ابيهم. فاذا كنت حابب تفوت بفرصه الفوز بهالاشياء اللي شايفها قدامك حاليا، كل عليك تسوي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام وتويتر عشان لو فز اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلنا نروح على الجيم بلاي ونشوف اداء اللابتوب. اوكي اوكي بدأنا، خلينا نشوف حجم الماب. اوكي اوكي فقط هذا هو حجم الماب مثل ما شايفين. شو الصوت اللي قاعد يطلع؟ عندنا الاربع بركات الاساسية، بركات عشوائية، باك اب، كل شيء على الملي محطوط، ما في اي ملي متر زيادة. الله يستر الله يستر. اوكي زومبي يطلعوا من هالشباك، من هالشبابيك بس ما ينطوا بالنص، هذا شيء كويس. فيها ماركر بلاك اوبس 3 ما كان فيها ماركر، انا مسويها نفس بلاك اوبس 4. نقل اسلحه، في اسلحه حلوه، حلو حلو. لازم اعمر لازم اعمر كل شوي، مو مزحه، ما عندي الا شباكين ما في غيرهم. اي علكه اي علكه ممكن تفيدنا. حلو حلو نعبي امو. اول شيء لازم اخذه هو سبيد كولا، اول شيء لازم اجيبه هو سبيد كولا. اوكي ممكن انا خايف بزياده، الوضع سهل، انا شايف ان الوضع سهل. جاجر ولا سبيد كولا اول ولا كويك ريفايف؟ كويك ريفايف كويك ريفايف اول. مش لك كويك ريفايف شو الفايده منه؟ لو طحت خلاص يعني، انا لو محشور وطحت لما بقوم طايح انا، ما في مكان اهرب ما في مكان اسوي شيء. اصح بس اموت بالكويك ريفايف بيعطوني مسدسين موستك انسالي فيمديني افضيهم. اوكي جاجر ولا جاجر حتى جاجر ما في منه فائده، مستحيل يذبحوني من الشباك، راح يذبحوني لو طلعوا لبرا، ولو طلعوا لبرا وذبحوني معناته انا محشور، ما في طريقه اني اطلع من الحشره. المهم خلنا ناخذ البركات، ليش قاعد اسولف زياده على اللزوم انا؟ ابي قبل قام غير، ابي قبل قام اجنور باي زومبي اللي خليني اتخبى عن الزومبي. او هذا، اوكي ها كويس، هالعلكه كويسه هاي. هاي افضل علكه على فكره هاي ممكن تطلع لي بهالحاله. اللي هي اني اطخ بدون لا نهاية. حلو حلو هافك. اوكي شو سلاح الماب؟ مو هم مبين. ما ادري والله، لا لا ما ابي اغير المسدس البداية عندي. العلكة بعد راوند بينتهي مفعولها. اوه سلاح، الحمد لله خلص الوقت. دراجون مارك 2. اوه ايوه يا واد وندر وولف. لا بيطلعوا هنا. لا لا ابي ريجر مارك 2. اوه شو الالوان اللي عليه حلوه. اوكي اوكي لا لا اوكي السات في وقتها اجى.
بس لازم لازم سبيد كولا لازم. لا 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 اخذتها بوقت غلط. لا 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 بسرعة. لا 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 والله والله ما اتفقنا كذا، والله ما اتفقنا كذا. لازم سبيد كولا. حتى هذا الريلود بطيء. اوه ما عندي امو بالش اسمه الوندر ووف. حلو ماكس امو. لا 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 لعن ابو الريلود البطيء. يلا يا شيخ سبيد كولا بسرعة سبيد كولا. لا لا انا اللي خلص عندي الامو. لا لا يا بشار يا بشار عليك ان تتصرف باسرع وقت. لا هذا ما ابي. لا لا ما اقدر اسوي شيء. اقدر اسوي شيء، اقدر اخذ البير بسرعه. اشرب 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 اشرب. اوكي شباب دخلت جيم ثاني ووصلت نفس الراوند، اظن كنت راوند 11 ولا 12. حاليا انا راوند حاليا راح ادخل بالعشرة. معي ار بي دي وهاي ميكر وماكس امو والوضع تمام. فيلا قلت ما بيعيد من البدايه وامل لكم، فوصلت نفس الراوند تقريبا. ار بي دي خلينا نجرب الار بي دي الحين. ار بي دي من مودرن وورفير 2 وكان موجود بالبلاك اوبس 2. والله انه سلاح رهيب. رش رش. لازم اطوره لازم اطوره سريع. أوه ما جت فلوس التطوير. يلا مو مشكلة نفتح البوكس وركي يطلع لنا ريغان مارك 2 او شيء. ايوه صح نسيت اقول لكم عندي المونكي. لا مو هاد هاد عشان نطول على راحتنا. ديث ماشين. ان شاء الله مع هالاسلحة بنوصل راوند عالي. بنهاية الراوند بتطور. يا اخي ليش ما رجعوا هالاسلحة الرهيبة على بلاك اوبس 4؟ حاطين لنا خلاطات معفنة. اوه ايوه يا شيخ. مش لتبديل السلاح بطيء. في علكة تخلي تبديل السلاح سريع بس العلكة اللي معاي اهم الصراحة اللي هي تعبي لي ماكس امو. شو هتعطينا؟ ويدوز واين. اوكي. مفيد الصراحة مع سلاحي. بس نبي ويدوز واين. شو بالله شو اسوي بالستامين اب؟ واو بمشي من هنا لهنا اسرع، بمشي لهنا هنا اسرع. واو ما هذا يا هذا. والله شكلي بوصل راوند عالي يا شباب. خلاص خلصت مفعول العلكة. كنت قاعد اضوع امو على راحتي لانه مفعل العلكة بس خلاص. اوه خلص امو الار بي دي. ما انتبهت له والله.
لا الثندر جن للحشرات على أساس إنني في مأزق. المشكلة إنه ما يتعبى بالعلكة هاي، صعب يتعبى الار بي دي بالعلكة. حلو، لو تمنيت مليون درهم كان جتني. خلاص يلا حلو. طير من هنا، انقلع. يلا بس كل زق بس، وانت كمان اقول روح بس. والله الوضع فلة يا عيال. ناخد بيرك، عندنا فلوس كتيرة والله. ويدوز واين الكتريك شيري، حلو. يلا ما ضل غير ويدوز واين صح؟ هلا بالويدو، هلا بالويدوز، هلا بزوجة او شو ويدو واين ارملة. لا خمر الارملات، خمر الارملات. بشار عندك ويدوز واين بس مو معناته انك تهايط. ميوركيك سريع سريع، ميوركيك سريع 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 سريع. اوه بي اتش دي فلابر، يا اهلا وسهلا. اوكي باقي زومبي، شو الهاد؟ طب انا ما ابي اذبحها. طب اذبحك خلاص، انا اسف. لا ما ابي ما ابي. لا بسرعة 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 بسرعة. ميولكك ميولكك. لا 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 ما ابي ميولكك، ابي ثندر جان يطلع لي على طول. لا لا ميولكك خيار غير موفق به. اغنور باي زومبي، كويسة. نسيت لو اخذت ميولكك بينكبني. اوكي لازم اسوي خطوة بيسموها ابرو جيمر موف، اني اطور الثندر جان. افتح البوكس، هذا يوجد سلاح يعني ريجل مارك 2 او شيء سلاح غريب باخذه، غير كذا لا. اوه والله انا بقى. هات هات يا ابوي هات، مع اسيد ويا رب. لا ليش طلع مع اسيد بالجسمة؟ بس لا نريدك الان. هي كيف اقدر اطول من درجات تطوير؟ اقدر اطور مرة ثانية. يا رب يعطيني الاسيد يا رب. لا حط عليه افكت عادي. اوه 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 بسرعة 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 بسرعة، جيب 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 محمد، ركب ركب جيب ركب 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 فر هذا. ايوه حط هذا داخل تطوير، جلدي جلدي ركب ركب. ايوه حلو حلو، جيب من تطوير هذا. في دث ماشين صح؟ جيب دث ماشين ولا صبر صبر صبر، مو الحين دث ماشين، صبر 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 صبر. خلي هذا خلي. والله الماب خرافي، الماب خرافي، اقسم بالله اني مستمتع مستمتع. الف تعمل الريغان مارك 3، الريغان مارك 3 على فكره افضل سلاح لهالماب. بس طخ على الباب هنا، طخ على الباب هنا وبس خلاص، وصل راوند 1000. واللي يطلع اسلخ امه. خد كبوم. اوكي شباب هنا سوف ننهي الفيديو، لان غير كذا انتم شايفين وقت الفيديو طويل، فاكثر من كذا بصير طويل اكثر. الماب هذا انتم شايفين انا لعيب، فمهما كملت راح نكمل يعني، يمكن وصل راوند 40 45 بعدين اخسر، بس راح يكون مده الفيديو جدا طويله. فاي خلنا
ننهي الفيديو هنا. ايه شباب، هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو. لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن الماب، وبس كان معكم شركيال شركة كشكم بهذا الثاني. ان شاء الله مع السلامه.